المدينه. خلاص يا عمي، شقيت وتلحق وراي، لحقت من عالمنا وتلحقني بالعالم الثاني. شو هذا المكان؟ عالم موازي. عالم موازي؟ دقيقة فهمك. حس حالي أقوى، أقدر أستخدم الشباك. كيف استخدمت شباك العنكبوت؟ بس أمسكه. لا حول الله. دقيقة، يعني تقاتل مع عالم مو عالمنا؟ هاي كارنج. كارنج راجع لك، لا تروح. دقيقة، ارجع كمل عليك. مع سبايدر مان ثاني؟ كيف؟ معك ثاني تفهمني شو بصير او بهجم عليهم. انت قلنا العالم مو عالمنا، انا اللي بعرف الانتقال من عالم لعالم ما بصير الا عن طريق السحر، فاتوقع انه صار في غلط بالسحر وانسحبنا من عالمنا لعالمهم، فحاليا لازم نحمي سبايدر مان حتى نفهم كيف نرجع لعالمنا. سحر؟ ما راح نقدر عليه، خد جزء من قوتي حتى تصير اقوى. وي ار بانو.